هاي طلعت منيح هيك؟ ايه منيح هيك، بس مقروق منك كتيرة. ليش يا تقبرني؟ لك شو هاد البرفان اللي حاططي لي اياه؟ شو هاد البرفان؟ قلت لك حطي من هذا تبع الصبار والشوك، هذا اللي جبت لك اياه. بس يا بيبي انت اللي جبت لي اياه. اه ما سمعتك انا. يزن حط السماعة على اذنك. شو هالحركات هاي؟ ليش هالولدنه؟ ما بحب هيك انا. شيرين لا تقولي ولدنه، بطلع بعفسك. ها خلص اسفه. فوتي لجوا، انتهى اللقاء. ليه خليتني اطلع اذا بدك تنهي اللقاء؟ خلاص كنا مشتاقين لك وجايين نشوفك وشفناك، فوتي لجوا. ومع ابوك لا تتعاطي بنوب، ماني طايقه على غرفتك. ماشي بانوي حبيبي. باي سكري. باي حبيبي. باي. ايدك بطلها لهالعادة حبيبي، بتاخدها مني بعد خبرة. البنات الكلام الحلو والرقة ما بتمشي معون الا نزهة. نزهة انسانة رقيقة وحساسة، ما بتجي غير بالرومانسية. اسألني الي. شيلنا لك عمي انت ونزهة تبعك. حبيبي انا لو محلاق ايدي والكف. شو السلام عليكم. وعليكم السلام. الله لا كان جاب الغلا. لك وين رحت وتركتني مع هاد؟ منين ناقشوا لها؟ لك انت الله لا يوفق الرب، ضلك فوضحني ضلك فوضحني. خيو رحنا نشوف المرة اشتقنا لها، بس أنا هذا أبوها إذا بلقطه شاخته عن بلوعة شخت. يا سلام عليك، هذا هو التفكير السليم. أنت بتعرف شو آخرتك؟ إعدام، رميان بالرصاص، وبدك تجرجر رفقاتك معه. لك العمى، هاي صفاء شو بدها عم تدق لي؟ رد رد. إيه صفاء؟ راما بتعرف وينها؟ شو بيعرفني وينها راما؟ ليش شو في؟ لأنه قبل شوي اتصلت أمها فيني وقال لها هلا ما رجعت على البيت وتليفونها خارج تغطية. العمى هالقصة. لك شو عم تحكي انتي؟ طيب ماشي نص ساعة وبحكي معك. طيب طمني. ها لك خلص روحي هلا. قوم شوفي. لك مصيبة، قوم هلا بحكي لك على الطريق. العمى نسي موبايله. الو مرحبا نزهة. لك انا حموده يا جد، ما عرفتيني. لك شو مين حموده؟ طنشه. منيجي ليزن. يزن كمان بعد كل العذاب والمراره اللي صار بقصه حبه مع شيرين، الحمد لله ابوها لشيرين قبل اللي جوزه. وهي العرس مثل ما انكم شايفين. يا سيدي الله يهنيكم. مرغام خبي وشك منيح ولا تغش. عم اقول لك شايفك شايفك. بيي 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 ابي. مو مزبوط، رجع خبي وشك منيح. عم اشوف ضرغام، انا شايفك وهيك ابي. هاي مزبوط. شيرين؟ لك يا شيرين؟ لك يا زن شو بك عم تصرخ؟ والله قاعدين بنفس البيت، ماني طرشة أنا. شو قلتي؟ ما يزن. يزن؟ وهذا اللي قد الشنتير صار طولك، مو اسمه ضرغام؟ إي. تعبانين فيه نحن ولا مو تعبانين فيه؟ إي. اسمي شو أنا؟ آسفة ابن عمي، تقبرني حبيبي أبو ضرغام، شو بتأمر؟ يزن انسيني إياه. خلص حاضر على عيني. أبو ضرغام. أبو ضرغام. نازل جيب فول أنا، شو تتزهرمي؟ طب حبيبي اذا مقرر وخالص ليش عم تاخد رايي؟ خلص فول فول بلاها بلاها. فوتي لجوا. راجع على ضرغام. هلا ابو ضرغام. خلص هيدا ابو شاكر، قضيه ابنك يومين ثلاثه وبتنحل ان شاء الله. اي مشان الله استاذ طارق، بترجاك الولد مو خرجوا حبوس، وانت بتعرف انه منصوب عليه. بقى الله يخليك اعمل جهدك. بعرف بعرف والله بعرف، ابنك طيب وعلى نياته. يلا عن اذنك. يلا نازلين سوا. تفضل شرف. الله معك ابو شاكر، اهلين بروحي. حيو عبيط. لك احلى يزوم بالعالم. شبك؟ لك يا اخي جبنا هالولد وتعبنا فيه، صار طول الحوره. حاجة بقى تقولوا لي يزون، قولوا لي زوزي ومشوا الحال يا أخي وخلصونا من هالسيرة بقى. الله يعطيك العافية، والله أنا بشهد لك تعبت بتربايته كتير. خلاص أخي عندي اللي بده يقول لك يزن، بدي أوصله أبو ضرغام. أبو ضرغام وأحلى أبو ضرغام. منيح هيك؟ منيح كتير منيح.
قوم هزلي طولها اطلع معي، بدي افطر انا واختك ام درغام. جايب لك قصة فول بياخد طبنات العقل. فول ما بدي، بعدين مشغول كثير عندي شغل. تيسر تصطفي. تيسر. لا الا الله. تيسر على بالك شوي هلا في واحد بقول بقى. شو مارينا قالت بدها؟ قالت بدها والله نسيت. لك تذكر يمكن دبارة. دبارة؟ ديارة لك بهيمة ديارة. طيب شو الديارة؟ خلص أمرك يلا. اسمع يا أبي يا درغام، أنت لتدافع عن حالك في مجموعة من الحركات لازم تتعلمها، وهي حركات الدفاع كلياتها جاية من الحيوانات. كيف بنط الحمار، كيف بنط البغل، كيف بنط الفهد بيدافع عن حاله، نفس الشيء بدك تتعلم هي حركات. هي مو مسبة، هي هيك الحقيقة. يعني عندك قفزة اسمها قفزة الفهد الأسود، هي بتستخدمها لما بتكون انت محكور تمام، يعني بده يكون هاجم عليك بما لا يقل عن الأربع رجال. شو بتعمل؟ ظهرك بتعطيه للحيط وتحطهم كلياتهم قدامك هيك، بتسند ظهرك للحيط وشوي شوي بتاخدها سلة الحركة، بتفز بالهواء وبرجليك التنتين على صدره. عرفت شلون؟ كيف؟ رجليك التنتين وظهرك وين بيكون؟ الحيط. على الحيط، مش عم ما حدا يغدرك غدر من ورا. عم تفهم علي؟ بيجيك القفزة الثانية، قفزة النمر المخطط. هاي شو بتعمل فيها؟ ابن عمي أبو درغام، ابن عمي أبو درغام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لك يا عم درغام، أنا كم مرة فهمك حصة المراجل تبع درغام ممنوع اختراقها؟ اطلع شوف شو صاير فوق. اطلع فهميني ست شيرين. أم درغام خير؟ شو اللي صاير؟ لك هذا لؤي والأستاذ طارق علقانين مع هذا إياس جوزة لصفاء. هلا أم درغام بدي أسألك سؤال، أنا عندي إذن بسمع فيها مو؟ مو. بالتالي أنا سمعان كل شي عم يصير على درج البناية مو؟ مو. وبرأيك ليش ما طلعت تشوف؟ لأنه حصة المراجل تبع درغام عندك ياها مقدسة. كتير منيح هاد الحكي، معناها هاي البطيخة اللي ناترتيها بين كتافك شغالة. يا زان روح منشي. المهم يا أبي، هذا العلاك اللي دار هون كلياته كتب لي إياه ما بيفيدنا. اللي بيفيدنا هو الكلام اللي بدي يقول لك إياه. نحن وصلنا قبل شوي لعند خمشة النمر المخطط. هاي الخمشة يا أبي كيف تشتغل عليها؟ تحط إيدك هون بالخفا وما بتحسس اللي قدامك انه انت بدك تضربه. هي الضربه بتطلع فيه بتركز وما بتحسسه انه بدك تضربه، بتضحك لك هيك ضحكه بسيطه من وشه وبتقرب عليه شوي شوي وبتاخذها خطف هيك. كيف خطف؟ هذا هو، هيك بيكون الزلمه صار على الارض قدامك بتعمل فيه اللي بدك يا مزمزه بتشتغل عليه. قيام يا طرغان روح من وشي. قوم يا بي، قوم ارجيني خمشة النمر المخطط اللي علمتك اياها. ما بعرف. ليش ما بتعرف؟ تضرب شو مايع. كم مرة علمتك اياها بالدرس ولا؟ بابا. لك شوي بابا. لك انا كم مرة قايل لك ما بتقلي بابا؟ هي للطنطات بتقلي يا ابي يا ابي. يس ماي داد. شو شيرين؟ لك شيرين؟ لك ايه ابو درغام، شو بك بتضل مستفز وعم تعيط؟ ما في شيء بهالبيت بيخليني مستفز وعيط. بنو لازم ضل رايق انا بهذا البيت من عمايلك السودا. ليش؟ الولد انت عم تعلميه هي الكلمات يس ونو باسم ورباب؟ لك انا مو ناقصني غير حط له ترجمه اخر شيء. ولا مين عم يعلمك يس ونو باسم ورباب؟ لا لا بس انا تعلمت من الشارع. من الشارع تعلمت؟ الشارع انا ما دخلني. انت ما دخلك بنو. لا. بكل الاحوال يومين ثلاثه وبيبين معي مين عم يعلم الولد. انا قايل لك هذا الولد كيف بده يتربى وقايل لك انا مخي كيف، وهي الكلمات ما بتركب بمخي بنوب. ماشي. بنوب ما بتركب بمخي. ماشي تكرم ابن عمي، بس مو حلوه البنايه قايمه مو قاعده وحضرتك قاعد لافف رجل على رجل. لا بتضرب الساعه سكن فيها بالبنايه، وتضرب الساعه تجوزت وجبت فيها اولاد، وتضرب الساعه اللي انا موجود فيها معك. يلوه الواه قتلت حالك لاخذتني. تكسر الفازة هي غالية كتير. ايه حبيبي شوي شوي. لك وين رايح تعال هون؟ بضربك والله بضربك. ها ما فيكي. ما فيني؟ طيب ماشي حبيبي. طيب حذر شو، هدي هدي ريلاكس هيك وتنفس وعطيني الفازة وعطيك بدال علكة. بابا بيقول عيب اكل علكة. يي بسكوتة كمان عيب. طيب راحة ما بدي. والله كسر لك راسك والله.
لك شو هاد؟ شو اللي عملته انت؟ لك طول يا زلمه واقف قدامي؟ يي شو هذا بلان هرب من وينك؟ كن بقى كن اهدى كن على مهلك ام ضرغام تعبانين فيه للولاد وبلكي اجا بنات يجي فوتوا انقبروا طلعوا شو قال؟ قال انقبروا عم تقول انقبروا يا بلا كرامه يا قليل الذوق يا بلا اخلاق لك انا اذبح حالي لك قلت لك لك انت لو عندك احساس بتجيبنا من اخر الدنيا لحتى نتشرف فيك استاذ غسان ونتصور معك لك اختك ام ضرغام بطنه لحلقه على شعرها بيكبسها الطلق يا بلا ذوق وبعدين خلعتني بالدخان مو مشاني مشان الجنين وعن جد المشوار بعيد اخي انا رح حل لكم اياها في مجال اذا بست ايدك بالمسج بعت لك مسج وبست فيها ايدك ورجلك ما تجي لا انت ولا ام ضرغام منيحه وبعدين يا ابن الحلال جوارح واخ التراب يا زلمه لك هذولك عمري سنه ونص سنتين لما طلعوا والله لا تواخذنا استاذ غسان نحن ما لنا مقرشفين دراما السوريه لحتى نجي نعد لك اعمال مشان الله سامحنا وانت ست ام ضرغام يعني لما شفتيها الممثله خلاص ما عاد شفتيني لو ما عاد ساعه اقشر لك ولمح لك ولا كنت انتبهتي لي شو بيعرفني شلشت اول مره بشوف ممثله شخصيه انت لوين مقبول رايح انت وين رايحين قولي له ام ضرغام وين رايحين؟ رايحين نحن هلا سياحه واصطياف؟ رايحين على البيت انت مالك رايح على البيت؟ لا وين مقبول رايح؟ على المدرسه الداخليه معقول لسه بدك تروح على المدرسه الداخليه؟ ايه معقول لك لسه ما يئست انه المخلوقه ما حتطلع لك؟ لا يا سيدي رح تطلع لي وبكره بتشوف مازالك بتحبها للبنت وميت فيها لشو مقبول عم تجأجأ مع غير بنات؟ يا اخي استبني هيك بحكي مع هي لبين ما الاقي هديك استبني؟ استبني يا واطي يا تافه يا كلب يا منحط لك انت رفقتك مع لؤي حتنزع القصص علينا كلياتنا ها صاير عم تحكي مثله نفس النتانه ونفس العطاله والوساخه في مجال ما تحكي عرفي تضرب منك لرفيقك طلعي ام ضرغام شوفي جوزك بقى والله العظيم تفضلي ام ضرغام اطلعي تفضلي طلعي على السياره تفضلي روح الحبر شو بدك تحكي علي حلال انا مشانك عم بسكت على مالك على الولد ديري بالك ديري بالك ديري بالك روح طلع تفضل استاذ استاذ بعينك بتقولها لرفقاتك الممثلين استاذ لا ما تحكي على لؤي تضرب منك للؤي